لا في الكلى العليا ولا في الكلى السفلى ولا الجماعه ديال سجاد كيتحملوا المسؤوليه لما آلت اليه الاوضاع في الشارع الرئيسي ديال مدينه سجاد. العشوائيه باش كتمشي الاشغال وما كايناش مراقبه وتتبع والناس اخويا الناس مكرفصه. المسؤولين عندنا هادو اللي نتيقوا فيهم، هادو اللي نصوتوا عليهم، ما خصناش نعاودوا نصوتوا عليهم كيما بغى يكون اللون السياسي ديالهم ولا الدكان السياسي. غنصوتوا على الشباب لان الشباب هو الحل الوحيد المتبقي في مدينة تنجداد. كرهناش غدا ولا بعد غدا تنزل المراقبه، ينزل المجلس الاعلى ديال الحسابات، ينزلوا يشوفوا يتبعوا هاد الاشغال هادو ويشوفوا هاد العجب هاد الكارثه اللي وصل ليها تنجداد. والله ودي الحناجر ديالنا الى بوحات مع الطريق.